السلام عليكم، كيف حالكم وايش اخباركم؟ زمان ما طلعنا عليكم. والله حبيت احكي معكم كلمتين هيك لجيل 2006 بمناسبه النتائج ان شاء الله، وكلمه لجيل 2007 عشان ما اطولش عليكم. خلينا نخش في الموضوع على طول. بالنسبه لجيل 2006 يعني للامانه صدقا فيش جيل عانى معاناتكم، سواء طلاب غزة الله يعينهم اللي طلعوا مصر، أو طلاب الضفة الغربية اللي شافوا الأمرين، لا دوام زي الناس والإلكتروني هذا كله كذب في كذب طبعا، وبذلوا مجهود خيالي عشان يتمموا العام الدراسي، والكل بتعامل معهم كأنه يعني لا أنه أموركم تمام وأنتوا أحسن من غيركم، والكلام هذا أحسن من غيركم ماشي على عيني وراسي، بس أنا كطالب تشبهنيش في حدا، تقوليش انت احسن الطلاب، انت من شايف الطلاب في الصومال ايش بيصير فيهم. انا الي في نفسي الان انا بعاني معاناه خياليه وشاعر بظلم كبير، وكملت يا وزار علينا في امتحاناتك الغريبه. فبتمنى لهم التوفيق. بدي الطالب يرضى بالنتائج تبعته ايش ما تكون، لانه بصراحه اللي مرتوا فيه انتم ما حدش مر فيه من أيام الانتفاضة الأولى لما كانوا يعتقلوا الطلاب والكلام هذا. فإيش ما يكون إنجازكم للأمانة يحسب لكم، والوزارة طبعا راعت والمصححين راعوا كل أمور يعني الكل اشتغل لمصلحتكم، ولكن عن جد الله يعطيكم العافية، إلكم كل التوفيق، ونسأل الله تكون الأمور هادية لقدام وتدرسوا جامعة يعني بأجواء أفضل من الأجواء اللي أنتم فيها الآن. يعني بتمنى لكم كل توفيق، وشكرا لكم على صبركم على كل اللي عملتوه. بمعنى اللي صار معكم اشي يسجل في التاريخ. تحياتي لكم. نيجي للطلاب 2007. انا كل سنة بعمل تسمية للاجيال، يعني سمينا جيل الامل وجيل التحدي ويطلع الاسم بيصير ترند، يعني بيصير الكل يحكي في الاسم هذا. المرة هذه جيل 2007 هذا انا مش عارف انا ايش اسميه، جيل السرعة، جيل الاستعجال، مش عارف. من شهر 6 يعني متخيل انت الطالب، يعني والله نصحنا كتير في الأمور هذه، ولو انت سألت زميل إلك في من دفعات سابقة أتوقع ينصحك انه بنفس الكلام اللي حاحكيه الآن، مش حعيد وزيد فيه كتير، بدي أختصر لأنه كل أغلب الفيديوهات بنحكي في هذا الموضوع. الطلاب مستعجلين بشكل مش طبيعي، يعني من شهر 6 بتكلموا في يعني بتبرنوا علي المنصة وإمتى حتبدأ في منصة A Plus والكلام هذا، وحابين يشتغل بشهر 6. طب كيف أنت بشهر 6 بدك تبدأ تدرس والامتحانات النهائية تاعتك تقريبا في 6، 12 شهر بدك تدرس؟ مش عارف أنا، يعني أنت أسأل أي حدا، أخوك أختك ابن عمك، هل بضل في إنسان عنده نفس يستمر 12 شهر دراسة؟ ما بتقدر. إذا في أي حدا قايل لك لا لازم تبدأ بدري وتلحق وتراجع وتعمل هذا، مش عارف، مش حاب نضل نطعن في الناس ونقول هدوء تعين البزنس والكلام هذا. يعني أنا كرهان تسجلوا معي مثلا في A Plus؟ كرهان؟ لا، بس مش صح. يعني الطلاب يعني قلنا لهم طبعين كله في شهر 7 لسه إن شاء الله في 8 ما يعجبوش. يعني كلمني طالب بقولي ممكن لو سمحت أبدأ معك من الوحدة الثالثة، بقول طب الوحدة الأولى والثانية مهمين، قال لهم أنا أخذته مع أستاذ بس مش كتير عجبني شرح فبطلت من عنده. أخذ الأولى والثانية، قلت له إمتى بديت أنت؟ قالوا لي من شهر 6. قال لي يعني في أغلب المواد هيك. طب يا عمي مش عارف شو أقول لكم، والله أنا حاب ترتاحوا، يعني الراحة مطلوبة للإنسان، منفعش ترتاح لما تقع أنت هيك مرضت، لازم تكون متأهل نفسك، هل تستطيع الاستمرار 12 شهر في الدراسة؟ بتقدرش، فمع مهلك يعني اسأل هي عندك يا عم، بيوقف اي واحد في الشارع من توجيه يقول له انا بتدبدب من هالجيل، حقول لك غلط، من 8 من 9 لما بديت العام الدراسي بتبدأ وبتدرس وبتراجع والله بيعلم الظروف ايش هي. الكلام اللي بتكلموا فيه الاغلب انه حيتغير المنهج، مش حيتغير المنهج، المنهج ممكن يتم حذف اشياء بسيطة منه، هيك التغيير الموجود. احنا التغيير عندنا في فلسطين مش بايد الرئيس ولا الوزير ولا حدا، من الآخر بجيب لكم إياها، المنهاج عنا بنحطش بأيدي فلسطينية ولا بإرادة فلسطينية، فسيبوكم الموضوع هذا، المنهاج نفسه تبعنا،
بلتغ بتلتغى الوحدة الساسة في الكيمياء زي ما كل سنة بتلتغى. بس هاي التغيير بتكلموا عنه، المنهاج نفسه. شغلة تانية، في طلاب في شغلة تانية اللذيذ اللي بيسأل الطالب مثلا بقول لك طب انت استاذ الفيديوهات اللي عندكم في المنصة هي نفسها ولا شرح 2006؟ مش عايش ارد عليه، مش عارف. يعني انت متوقع يا اخو انه احنا سيبك من الحرب وكل الكلام هذا، بدنا نشرح المنهج كل سنة؟ ليش؟ ايش دي جد جديد في الموضوع؟ اسئلة 2024 بنعملها فيديوهات خاصة بها. هذا ان كانت اصلا 90% من اسئلة 2024 نفس من الملزمة بالحرف من المختصر في الكيمياء جد، يعني مشروحة تلقائي. لو اي سؤال نمطه بس لو في اشي بسيط بنعمله فيديو خاص به. يعني احنا ما شرحنا في 2005 كنا نكتب على الصبورة، بعدين صرنا نقلة نوعية في المنصة وجبنا شاشة ذكية وشرحنا المنهج. لما احنا يومها شرحنا ما كان في التصور انه الشرح ينعاد كل سنة، لا، انه هذا الشرح مثلا يستمر 3 سنوات 2006 و7 و8، وبنضيف فيديوهات للاشياء الجديدة ان وجدت اشياء جديدة في الامتحانات او في افكار. اما ما بنشرح المنهاج لكل جيل لحاله. فهذه نقطة يعني أنا مستغربها، إنه طالب يقول لك طب بس هو الفيديوهات اللي موجودة أو اللي هذا تبعت 2006 مش هم باكستانيين هدول ولا كيف؟ منهجهم غير منهج فلسطيني؟ يعني أنا بدي حضيف حرف زيادة عن اللي كنت أشرحه. طبعا أنا كنت في بيئة حلوة ومكيف وفنجان قهوة رايح جاي وفنجان قهوة إيش بدي أحلى من هيك؟ فيعني شرحناه وإحنا في قمة التركيز، فإيش طبيعي يكون الفيديوهات نفسها تستمر سنة واثنين وثلاثة. إن صار تغيير في المنهاج بيصير، إن غيرنا تكنولوجيا معينة، إن إحنا شعرنا إنه خلاص بكفي وبدنا نضيف إشي جديد، يعني زي هيك مثلا. فالأسئلة اللي بتجي أنا حبيت أرد على أسئلة كتير في بالي، بس أنا خلاص ما بدي أختصر لأنه مش معقول إحنا كل سنة نحكي نفس الكلام. أو واحد التأني ومعنا وقت طويل جدا 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 لأنه إحنا مش هنقدر نصمد، بدنا نفس طويل في توجيه، بده نفس طويل. رقم اثنين المنصة موجودة والاشتراك فيها في مجال، وححط في التعليقات الأرقام والكلام هذا. والفيديوهات هاي فهمتكم إنه إحنا أصلا الفيديوهات شرح منهج كامل، شيء طبيعي ضهر سنة واثنين وثلاثة، مش خاص في شيء خاص ب 2006 فبالتالي لازم يتغير في 2007 مثلا. تمام. النقطة الأخيرة بدي تنتبهوا كويس الظروف اللي ممكن تحيط بينا خاصة في الضفة الغربية. الأمانة الأحداث اللي الآن بتصير في الضفة بتخوف شوي، فبدي الطالب يكون مهيئ نفسيا جواته أنه احتمال يكون فيها أشكالات أو مشاكل. فبالتالي انت لما تكون محضر حالك لبيئة سيئة افضل ما تنصدم وتحط في بالك حياة وردية وبعدين اول احداث او ضربات او وهيك. وشفتوا طلاب 2006 يعني حتى الامتحان الانجليش ما رخوش عليه، تخيل تأجل لهم. فيعني مرات الطالب بيقع في ظروف للأمانة لا في البال ولا في الخاطر، بس القوة في شخصيتك انك انت تقع وتصمد قدام كل الظروف اللي ممكن تقع فيها وتقول انا لو ايش ما صار بإذن الله مرحلة ونخلص منها. وبتمنى ان شاء الله برضو في غزة هتنتهي الامور، يرجع الطلاب لتوجيهي، ترجع الحياة طبيعية. ظروف كتير حوالينا، نتمنى الخير للجميع. ايش عدد النقطة الاخيرة هلقيت؟ النقطة الأخيرة اللي هي السوشيال ميديا. ما بديش تأثر عليكم كتير، رغم أنه والله راح حكيت كتير في الموضوع هذا، حاس حالي زهقت. جروبات توجيه يعني سيئة وبتقاتلوا فيها، تحتفلوش يا تعين 2006 عيب عليكم دماء الشهداء والكلام هذا. فما الضفة أصلا مليانة مشاكل. يعني لو أنا ساكن في مكان معين لما بديش أحتفل، لو مش في بالي غزة أصلا، يعني الضفة نفسها يعني فيها ظروف سيئة، يعني في كل بيت في كل مدينة في كل شارع الوضع سيء. فالطلاب بتأثر على نفسيتهم الكلام اللي بنحكى، والامتحانات اجت صعبة لا في البال ولا في الخاطر، ودرست من أول سنة على الفاضي. في طلاب بحس هم مش طلاب،
انا بالنسبه لي انا مش طلاب موجودين في الجروبات من كم سنه، كمان 2003 و2004 و2005 بكونوا قاعدين، هذول ناس هيك ارزقيه بحبوا يكتبوا. انا جبت 30 في الانجليش، قلتكم بنجحوني يعني بيض، مجموعه من البيض قاعدين في كل جروب وبتهابل بنكشوا راس بردوا الناس عليهم ومش عارف. فابعدوا عن السوشيال ميديا، ابعدوا نهائيا، وركزوا في دراستكم ان شاء الله. لو بديت من 8 كويس، خد نفس عميق وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، حتكون كل امورك بخير. انا مش حقطعكم ان شاء الله، حستمر معاكم في الفيديوهات وهضلني انزل نصائح وتوصيات واي اسئله جديده هيك حنزل على اليوتيوب برضو، حنضل متابعينكم معكم على اليوتيوب في منصة A Plus، حكون متواجد معكم دائما على السوشيال ميديا على فيسبوك وين ما بدكم ان شاء الله موجود. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.